مساء الخير مساء المحبة سعادة أمل تفاعل عليكم من شاهدنا حياكم الله في حلقة جديدة مع قيمة فنية كبيرة محبوب الشعب، فنان متكامل أنا أشوفك متكامل الأستاذ ابن العباس مساء الورد مساء الورد عليك وعلى متابعيك وعلى قناة دجلة الفضائية آه أنا سعيد جدا للمرة الثالثة أن أكون معك نزار حقيقة شاهدت بك مجروحة الله أهلي. إعلامي مرموق حلو محاور جيد وإن شاء الله تكون الحلقة اليوم مميزة تدبر قلبك مميزة بوجودك الله يخليك إن شاء الله أنا سعيد أن أحاورك هذه للمرة الثالثة أنت قيمة فنية جدا كبيرة يخليك. من ذوقك آه فعلا متكامل فنان متكامل أم أنت فنان كوميدي فقط؟ والله شوف آه آه إطلاق كلمة فنان مجازا ما ممكن يعني الفنان يجب ان يكون مكتمل متك. من كل النواحي يعني اي يشتغل على نفسه لانه تعرف انه الفنان هذا هو هو مختبر يعني مختبر حياتي ومختبر فني ومختبر ثقافي فانت عليك ان تكون ممثل تمتلك آه زمام كل الامور آه الامكانيات الثقافيه الماديه آه الدينيه آه السياسيه العلميه آه حتى اذا آه اسند لك أي, اي شخصيه معينه شخصية تبدي جيتها واني الحمد لله والشكر واعوذ بالله من اني آه اجمع بين الكوميديا وبين التراجيديا يعني تجمع ما بين الاثنين عندي عملين اخرين يعني بالموسم الماضي تاتو عمل بعيد كل البعد عن الكوميديا الكوميديا شخصيه مزقه شخصيه زيان. قاتله شخصيه تاجر بالاعضاء البشريه و... وبي يعني شادت كل الفنانين والنقاد انه كانت شخصيه مميزه طيب ايهما الاصعب عليك انك تضحك المشاهد ام تبكي ايهما الاصعب والله اصعب ان الضحكه الضحكه مو بسهوله مو بسهوله انه ان تدخل الى داخله يعني لان تعرف هذا متلقي المتلقي يعني متعدد الاذواق احنا هسه موجودين بالصاله يعني احنا هنا بالاستوديو كم واحد ثلاثه اربعه خمسه مصورين وغيرها اكو واحد يعني يضحك بسهوله أكو واحد يعني مجرد وانتهت واكو واحد يضحك بملثمه يعني زين في يوم مثلت مسرحيه وما ضحكوا؟ مثلت دور مشهد ما ضحكوا؟ لا لا كل الاعمال المسرحيه اللي قدمتها اي كانت شخصيات جدا حلوة وجدا حبيتها وأخاف واحد يجيك فنان ما ينظر يقول لك أنا أه اندمت لا 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 ما أكون ندم والله العظيم لأنه آه هو هذا هو هذا يعني مجال عيشه هو يعني بلي. فليش يندم يعني وجابرك على المر مو تمام بلي أه؟ كنت تعمل بالسلك العسكري أبدعت في عريف شلتاخ ها جنابك كنت عريف لا مو معاريف آه انا حقيقه يعني ليعلم الجميع انه آه انا اشتغلت آه مامور قسم يعني في دوائر اصلاحيه الحقيقة اي اي حقيقه يعني <applause> نقيب اصلاحيه وطلعت من عندها آه احنا بذلك الوقت صدر لنا قرار نسخ الثوره رقم 1400 1334 في 13 11 79 ومنشور بجريده الوقائع الرسميه نعاوم اسمه بضباط قوى الامن الداخلي والجيش الشد الرتبه لكن ما لك كل امتيازات يعني رتبه فخريه، شلون اني اجي اقلدك شهاده فخريه، شهاده آه دكتوراه بها اي لا تهش ولا تنش اي بس أي أي يعني اجددت هاي الشخصيه لانك انت كنت فعلا لا آه بهذا السلك؟ هو آه اي طبعا لانه اني اشرفت على تخريج دورات يعني آه كنت قاسي؟ لا ابدا بالدورات كنت قاسي لا لا ابدا اني الله خالقني سبحانه وتعالى آه. ربي له الحمد انسان بسيط يمتلك فؤاد ابكي على كل حاله اشوفها بالشارع يعني ذاك اليوم ظليت قاعد بالرصيف اني وامراه يعني خطيه عندها لوثه بدماغها فبكيت بكيت بحرقه يعني لانه تمتلك مواصفات امراه جميله فقيره وتستعطي يعني تصور وهي تستعطي طبت المحل ابو كرزات قاعد اريد اشتري لاطفالي. اها يعني شوف هذا شلون موقف سكينة. اللي 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 يخليك يعني ما ممكن اي انسان حتى لو كان جلد يعني طيب. جلد القلب والطباع لازم يتاثر، أت فكيف اذا فنان؟ إيه تندمت في يوم دخلت المجال الوسط الفني سعد؟ لا ابدا. لو ظل بالسكينة انا كنت احلم أه. وعقلي الباطني يولد لي انه انا في يوم من الايام ساصبح مشهورا. ما صرت مشهور بكره القدم لا صرت مشهور بالفن. حلوه الشهره؟ شهره حلوه اي طبعا. حلوه ومتعبه بنفس الوقت. شنو البيها متعب؟ متعب يعني تحرمك ان تنزل الاماكن عامه كذا تسمع تعليقات انت في غنى عنها يعني توصلك الى حد مرات النضوج ومن النضوج تعرف يعني تطلع عن طباعك. ايش صار لك في مجال الوسط الفني؟ كم سنه؟ يعني اذا نريد نعد من مرحله الشباب مرحلة السب السبعينات والثمانينات والتسعينات الى يومنا هذا يعني انا عملت بالمسرح المدرسي بال73 لا لا انا اقصد انه رقم مشهور كاحتراف مشهور كمحترف من, من 92 من 92 من بيت الطين يعني 31 سنه صار لك ممثل أيه نعم. مشهور أيه نعم. 31 سنه تشتغل نعم شنو حالتك الماديه اليوم حالتي الماديه جدا بسيطه يعني لا امتلك بيت لا امتلك أوه. ارض أه متقاعد أه لحظة لحظة. أنت تمثل من 92 اي يعني 31 سنة تمثل ومو بس تمثل لا نجم تشتغل أعمال نجم نعم ولليوم ما تمتلك بيت؟ احنا شوف أه أه نزار بدي أقول لك. احنا الممثلين مو مثل المطربين، المطرب من يقول لك أنا يعني ثري صح ثري ليش؟ لأنه عليه طلب ويغني 24 ساعة وحفلات 24 ساعة داخل العراق خارج العراق. زي أنت الفنان احنا نشتغل مواسم زين استاذ بس سؤال واحده واحده يعني من اشوف فنانين الشباب اليوم اي اللي يمثلون اي الشباب أه. ما يمتلكونه من ماده مثل السياره اخر موديل اي الشقه اللي موجوده باربيل م. الشقه اللي موجوده ببغداد ما اقول واحد لكم اعلان لهم نعم. نعم. حالتهم حالتهم الماديه هذا الجيل جدا جيده و... وتلقى البنت ولا الشاب عمره الاعلامي خمس سنوات ولا عمره الفني خمس ست سنوات يشهد ليش؟ من يشهد انت تقول لي انا صار لي 31 سنه مثل ما عندي بيت يشهد الله زين يعني ذولا منين لهم؟ انا لو ذولا اذكى لو ذولا شنو؟ لا مو اذكى احنا عشنا في عصر طيبه به هوايه كانت طيبه مفرطه وانا واحد من الناس اه لو في ذلك الوقت أنا أيه؟ اني مشتغل اسمي كان هسه عندي فد عماره بالجادريه فد بيتي يعني انا في فلسطين بيت في المنصور أيه. لكن اني ما احب الوي اذا احد لليوم ما اقول لفلان هل قد اريد اجر بس بس سؤال هذا الجيل الجديد اذا أيه؟ مو ام اذكى منكم زين انا اسف بس أيه؟ اسف الجمهور نعم قاعدين احنا قاعد نشوف عندهم ثراء فاحش نعم شلون؟ هذا الثراء شوف وهاي فنانين امثالكم أيه؟ قيمه وقامات فنيه عراقيه كبيره يقولون هذا الكرسي يقولوا احنا ما عندنا بيت صح احنا قاعدين ايجار صح انتم ليش ايجار وليش هذا الجيل الجديد صح الشوف اجورهم آه اغلى منكم طبعا الفنان بيه فلوس طبعا طبعا بيه مو ما بيه آه من يكون عليك طلب تبدي انت تفرض تفرض اجرك تفرض اجرك اجرك اللي بس يز... مين مثلون بقدكم ما مثلوا بقيتكم ما مثلوا بس عارفين ممكن معروفين على السوشيال ميديا بس اي بس عليه طلب نجوم السوشيال ميديا هذا اللي اخرب الـ 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 الامه كلها السوشيال ميديا يعني اي إيه. يعني, يعني يوم يوم نجوم السوشيال ميديا اللي إيه. ما عندهم ما عندهم ربع فيك ربع أي. ربع هواي والله ما عندي نعم. يمكن عمل نعم. تلفزيوني واحد نعم. نعم. بس على السوشيال ميديا اي فلوس بدأوا ياخذوا من هاي المواقع يعني مثلا آه على سبيل المثال حسام الامير اعتقد اللي هو حسحس نعم. ما شاء الله الله يفتحها عليه عنده نعم. متابعين بالملايين على التيك توك وده يحصل اجر كذلك الفنانين الـ 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 الاخرين هم ايضا عندهم مواقع عندهم حضور يطلعون بث مع مع الناس فيحصلون ما طلبت لك عرض من الدوله؟ اني؟ اي اني قدمت طلب مقابله السيد رئيس الوزراء قبل السيد محمد الشاع الشاع السوداني زين لكن للاسف الموج المجموعه اللي موجوده داخل مكتبه مكتبه يعني يحيلون بينه وبين اي طلب اخر يعني ما اعرف السيد احسان عوادي وولد ابن اخوه اسمه احمد جيت قدمت طلب قدمت طلب عندهم انت قدمت طلب بمكتب سيد رئيس الوزراء عدهم نعم عن طريق الاستاذ الراقي أي. خلقا واخلاقا عارف الساعدي رجل وصل بيده ورحت طلب شنو كان طلبك؟ طلب خاص وطلب عام طلب عام انا يعني مثل ما تعرف انا يعني شريت مدير صحه الاحتفالات قدمت ورقه عمل لاصلاح الاحتفالات وعملوا بها حرفيا بعد ان قدمت الطلب بي دي اف ممتاز عملوا بها سرقه جهود هاي سرقه افكار طلبت اريد كذا وكذا 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 على اوكي إيه؟ طلبت تقابل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني نعم مكتبه يعني تتوقع انت ما وصلوا له طلب؟ هو؟ مكتبه رئيس قالوا بعد اسبوع نخابرك وصار هاي حوالي ست شهور وما خابره يعني يعني صعب يسرحوك بالقنافذ على قولة حيدر بن عثر هو رجل طيب واني علاقتي به قويه من كان في ميسان من كان مهندس زراعي عارفة معرفه شخصيه وبعواشه قريب على بيت عمي ومن كان وزير عمل علاقتي به حسنه جدا وبليت التنصيب هنيته وحكينا أنا إيه, ايه هو شو وين هنيته؟ بالتليفون يا ما تخابروا ما دام بالتليفون شتيل من الله, حق الله بعد الله يساعده لانه الاصدقاء والاقارب وال وال وال, وال طبعا الدنيا كلها يغير تليفوناته آه. وهذا آه. انا اعطيه آه الحق مية بالمية اكيد زين حتى من رحنا بالعيد اشتكيت آه على مكتبه قدامه هو من دز علينا وش بالأيد. قال؟ قلت له آه قلت له انا هيك شكل قال لهم ليش ما تقدمين الطلبات قدموهن وايضا ما قدموهن اليوم من خلال كاميرتنا تعاتب مكتب السيد محمد الشياع السوداني رئيس وزراء العراق تقول لي نعم. انتم ليش بعدين عن الرئيس طلبنا ليش ما تقدمونه والله مو عبالهم يجوز مثلا راح يخليني مدير مكتب يعني يجوز فيبعدوكم ايش عندنا فنان هو ايش عندنا <applause> احنا يعني اه نحاول ان نصلح هذا عراقنا بي يعني باضعف الايمان بالنسبه تقول لي اليوم من خلال شاشتنا الى السيد محمد الشيخ السوداني والله الى مكتب الرئيس والله أه ما اد اقول له شيء يعني لانه الظاهر احنا مو عزيزين على اعضاء مكتبه ومدى يوصلوا الصوره اللي يخلي خليه يسمع السجود الشاعر هذا المقطع هو يسمع يسمع هو رجل وهذا هي يعني له هو بصوره خاصه دوله رئيس الوزراء نعم احيانا الزبانيه والحاشيه يعني تضعك او يعني يضعوك في اخطاء يعني ما يوصلوا لك الحقيقه جلية المستشارين يجب ان يكونوا بمعنى الكلمه، المدير يجب ان يكون بمعنى الكلمه، من يعمل في المكتب يجب ان يكون في معنى الكلمه حتى يوصل كل شارده، كل صغيره وكل كبيره الى جنابك. شلون اشوف أداء كرئيس وزراء؟ ممتع جدا وهذا الرجل يعني انا مو امتدحه حتى نعم. يقول دزوا على خطأ لا بالعكس رجل عمل بصوره راكزه جيد. يستمع يشرف على الاعمال بنفسه خليه نحل عنده والله يساعده لما فيه خير البلاد والعباد عمل اليوم جدا ممتاز يعني كان مميز بين كل رؤساء الوزراء اللي اجوا حكموا العراق ان شاء الله تلتقي ان شاء الله ما التقي بعد فايش تسوي بعد لعلينا علينا لا شلنا والله وكيل نسوي لا يكلف الله نفسا الا وسعها هاي وسعنا جلس على الكرسي الفنان ماجد ياسين قال كذلك قال لي الفنان ماجد ياسين الفنان العراقي الكبير الممتع قال ابو ياسين اي قال انا اسميه هذا معذب الفنانين قال انا ما امتلك ارض يعني ما انطوني الحكومه ارض البعض من قالوا شلون انت فنان وانت يمكن حالتك يمكن جيده الفنان ماجد ياسين ان كانت حالته جيده فانا اشوف انه جابها بتعبه بس هو يقول لك انا اعتب على الحكومه كحكومه كدوله نعم عراقيه نعم ما اعطتني نعم قطعه ارض نعم يمكن هو عنده قطع ارض هذا الشيء عايد لنفسه نعم فن تعب نعم اجتهد نعم تعب بس يريد ارض من الحكومه أب أب ربك على الحكومه انا تقدر بربك يعطونك قطعه ارض بالنهروان زين هناك ايش تشتم ريحه الدخان مال معامل الطابو في حين يجب ان يكون <applause> لك بيت منزل بسيط على دجله حتى أه تكون رائدة صحبه دجله صعبه وين يا دجله؟ يعني ما على, يعني على سبيل أيه؟ المثال يعني أيه؟ هم ما راح يصير هاي يعني مستحيل اي مستحيل يعني أيه؟ مثلا انطونا بد اربع امارات على فكره احنا بنقابه الفنانين بدنا نعمل جاهدين على أيه؟ ان تخصص اراضي للفنانين وان شاء الله راح تخصص على مسقط رؤوسهم يعني يعني جنا بكركوك تطلع لك بكركوك انا يعني مسقط راسي الكوت تطلع لي بالكوت وهكذا هاي هاي اراضي اللي منتمي للنقابه لنقابه الفنانين كلها بال... والفروع شو نسوي له؟ م... هذا المواطن انا اذا انتمي شلون؟ من وين؟ تحياتي للجبار جودي انت اهلا وسهلا بيك و... السيد جبار جودي وقت... تقبلنا ما يتقبلنا آه اذا ما شيلك يعني شيلك الراس والنعم من نعم زين نشوف عمل السيد جبار جودي؟ جبار جودي دكتور جبار جودي هذا شو الانسان شو حكيت وحسره وشو اي آه عندك آه 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 عتب عليه ولا تبدا لا لا ابدا اي انت من النقابه اي آه آه اي آه العتب ما اريد اريد لا, لا حب انا ما بدي احكي لك عتب أي. اولا اني هو آه رئيس نقابه الفنانين دي لدورتين اني معاه يعني مع مجموعه شبابيه رائعه جدا لدورتين اي دورتين آه أمل جاهدا على ان يكون للفنان صوت ان يكون للفنان جيد. مكان ان يكون للفنان احترام عفيل. ان يكون للفنان امتيازات جبار جودي خلية نحل دائمه العطاء يعني متواصل ويا المريض ويا المحتاج الثالثة لدوره ثالثه تقول لك خلاص نكتفي بدورتين من هو والله بامانه بامانه تكتفي بالدورتين اللي سيد جبار جودي لا ما اكتفي اتمنى ان يبقى ليش لان جبار صاحب افكار نيره وافكار جدا راقيه من اجل خدمه الفنان العراقي بصوره خاصه ما شاء الله عليه تحياتنا له ليش ما تكون انت نقيب الفنانين آه اني آه شوف آه العمل المكتبي دائما أضوج من عده يعني ما احب آه يعني صور اني ثلاث سنوات مدير آه ساحه الاحتفالات وعدي مكتبي ما شاء الله ساحه الاحتفالات ما نعم اي ما قعدت ورا ميز اقعد إيه؟ ويا الحراس برا آه بس وش عش... رتبوا ساحه الاحتفالات هسه؟ وش رتبوا ساحه الاحتفالات هسه طبعا طبعًا, على طبعا 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 كنت موجود بالمهرجان؟ دعوك؟ لا. الاحتفال يا إيه؟ مهرجان اللي صار اي لا ما رحت انت يعني انت مو تقول لي مدير ساحه الاحتفالات؟ اي مطلع التقاعد اوكي بس إذا إيه؟ هم قيمه كبيره عندهم ما رحت شلون المدير؟ ما رحت دعوك لو مد... ما دعوك لا ما دعوني اي هيك ما رحت دعوك؟ اي حبوا اي ليش ما دعوك؟ ما دعوني ما السيدة المشرفة على دعوات من دعوات السيده شذى الحسون ما اظن شذا مسؤوله شذى المسؤوله هم يجوز حاشيتها والله مو هي اي طبعا كل, إيه كل اللي هي صار هي كل اللي صار مو عنها لا, لا لا كل اللي صار هي مهما تكون هي هم بنت بنت العراق ايه؟ كل اللي صار هذا اللي شفته ديكور جابت لبناني ابو صوت لبناني مصور لبناني ديزاينر لبناني حلو شنو؟ حلو ها حلو لو حلو مو مو حلو احنا يمكن قد يكون هو هذا اول مهرجان عندنا بهالطريقه هاي، لكن اكو اكو بعض الاخطاء، اكو آه. بعض الاخطاء أه يعني اكو اسماء حضرت أه في حين اكو اسماء اكبر منها. اها اكو عندنا لو داعيك تروح؟ من وين؟ هم لو داعي لا انا ما احب اروح، يعني مهرجانات ما احب اروح هواي. وبعد قررت قرار اي مهرجان تكون لك بيه دعوه كافي نصعد وننطي هاي الجامعه بلاستيك باغة مبدعي بغداد تريد. لازم يا اخي لازم يكون ظرف ظرف طبعا يخلو لك بي فد فد مبلغ هسا مو يجون نحن ضيوف مهرجانات اي نخلي له ظروف 5000 دولار 2000 دولار اه نطي له طبعا فاني ليش منطيني مثل ما قال الاستاذ الله يطول عمره سامي قفطان يقول انطوني اني يعني كيفت بالظرف اذا هو كرتونه مكتوب بها اسمي زين وابو المهرجان راعي المهرجان اي أيوة واحد يسوي مهرجان أه سبونسريه منا ومنا يصرف على المهرجان 10 ملايين 5 ملايين والباقي انا نزلناه في الجيب. عيب و... واني واثق يقول لي انا راح اعطيهم مبالغ ماليه للفنانين راح اجيب فلان وفلان 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 وفلان. م. زين بمهرجان صدى المشاهير ذاك اللي جت بيه أه... الهام شاهين 5000 أه... دولار. نطول الهام نطول الهام من مصرف زين ما عدا الاجور الاخرى فليش هال اذا نطول الهام 5000 دولار وهي الهام شاهين فنان عربي لها ثقلها العربي الفنان علاقة جيدة طون زين خلي يطوف 2000 قيمته يعني ها. اي لانه يا اخي يا اخي شغله معيبه جا جايبه وداعي وما ادري شنو بس هوايه يعني احنا فنانين هوايه يعني أبو بالمهرجان هم خطيين من 2000 2000 2000 مو كلهم لا شيء ضيوف المهرجان ما راح يصير تفرقه اي لا ضيوف مهرجان يعني راح يصير خلاف ضيوف مهرجان انت من تجيب زين يعني كم فنانين طيل ابو المهرجان عندك معلومه انه المهرجان مثلا الهلال الذهبي شو بيه؟ شن ورن وجيب وودي يكرم الاثنين ثلاثه والباقيين حشو حشو كبه ماكو حشو من بار ما يخالف <applause> اوكي يعني عندك اعتراض على الموضوع يعني المفروض يكرمهم كلهم ما يقدر انا لازم نكرم ثلاثه مو يكرمهم كلهم لا. يعني على الاقل يا اخي احتفي احتفي بهم يعني احتفاله بسته شايفين قاعدين وساعه ها احتفاله بسته عشره طلاوه اي يعني وباقي هاي الناس انت اللي جايبهم يعني شنو؟ دز على بس ذولا لا على الباقيين فشلون يحتفون ستتهم لعشرتهم واحد بغير الناس تصفق لهم بيع لك بطايق للجمهور بيع لك بطايق للجمهور مثل ما يصير هوايه مهرجانات باع بطاقات وفلوس البطايق وين تروحها ما راح فلوس البطاقات تعطيها لهم لمن لهم؟ لهم للفنانين هواي تقدر تسوي فعاليات بهاي الشغله يعني عندك عتب عليه؟ من هو؟ على انا اي صاحب مهرجان ما عندي عتب وياهم وما واغلبهم قاطعهم يعني تمام ما رحت للهلال؟ مره واحده وندمت عليها ليش؟ ندمت عليه لسبب؟ ندمت عليه يا اخي لانه عازم القرعه ومشعر يعني القرعه ومشعر ناس تشوفها ما تعرف لا لها علاقه بالفن لا من قريب لا من بعيد وعندك حظه وبخته هلال الذهبي افضل من غيره بهوايه شو بيش افضل من غيره بهوايه؟ لا يحتفل بالفنان احتفاء راقي شلون يعني يعمل له يعمل له فيلم سيره حياته يعني مهتم بالفنان جدا هذا اللي يريد يكرموا على منجز عمله اي شيخ يحتفل بالباقي باقي جمهور عجيب يا اخي انت, انت ليش جاي وانا صديق ليش تدز عليهم انت سي باكر كرموك انت جايبني الهلال ذي انا صديق نزال الفارس احضر لك اقول له يا ابو المهرجان كرمني مو ما اذا احكي منطقيه منطقيه انا انا احكي لك والله ما دافع مو مو من ما تدافع عنه ما تدافع انا اني يعني أعتبر أنا انه يعني انت جايب هاي الناس كلها ليش يا اخي محل عند مصر من يحتفلون بمهرجان جايبين الدنيا كلها مو كلها مو كلها يعني كم عينات كم شخصيه اللي عندهم مقبوليه والباقيين ضيوف يعني اذا دعاك السنه هو اللي كان شلون؟ من وين حيدر النعيمي تكريم؟ اي اي اروح فيه تكريم مادي كذا يقول مادي ليه؟ في زياده فلوس زياده 2000 ها؟ 2000 2000 اي والله هي ترى ال 2000 انت تحسها كبيره على الفنان العراقي نزار والله مو كبيره بس جاي اسال سؤال 2000 كل شيء اوكي يعطيك 2000 احسن ولا يعمل لك فيلم حيدر النعيمي سيفي عظيم لمده 31 سنه انت فنان يعرضه امام الكل يعطيك درع حلو ما ينطيني ما ينطيني ان يضوج معدي حيدر؟ اي زين عندك عمل بهذا رمضان؟ الفات عندي عمل تاتو وعندي عمل هسه كملته احكي لي هذا رمضان خلينا نشوف شلون ما يحبك هو يشتغل بالحب ليش هو رجال عنده لجنه طبعا ولجنته؟ طبعا مو عنده لجنه هو يقول ما يمر ما هذا صعدوا لي هذا لا صعدوا لي شنو ما عندهم شخصيه اللجنه اللي طبعا انا ابو مهرجان انا ابو فلوس انا, أنا زال ايش بيك؟ زين طيب. راح اجي وياك أي. هذا رمضان عندك أي. عمل؟ الفات هذا عوفنا من الفات عندي عمل. مات عندي عمل. عندي 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 من عمل, عمل الفات مات أي. عندي عمل عندك عمل عندي عمل؟ عمل؟ يمكن هسه عملين دا اتفق عليهن ينافس برمضان بقيه الاعمال ينافس ليش لا؟ بشرف اذا ينافس وما كرمك عليه هو غير هذا نحن نقعد هاي القعده مرت انا وياك على المهرجان انا وياك قعدنا بس يكون ينافس حظه وباخذ نحكي طبعا طبعا ينافس شلون؟ ينافس غير الشخص قوي شخصيتك قويه ايه عمل قوي شخصية. غير على البقية. هو شلون يصير التميز والتكريم غير على اساس الشخصيه؟ ايه مو؟ اي خلاص على اساس الشخصيه اي على اساس الشخصيه زين مو غير المهرجان اللي 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 الليف الليف فات او آه. هذا احنا بعدنا بهذا رمضان اللي راح المفروض صار مهرجان الاعمال اللي لا لا الاعمال آه. اللي تقدمت برمضان إيه السابقه لا صارت زين يعني هل من المعقول ما شاف الاعمال كلها؟ طبعا ما راح يشوفها كلها لان ما عنده متسع من الوقت زين فخلي يشوف هذا اللي رمضان و... خلي يشوف آه انا راح اقعد لك ركبه ونص هذا رمضان مية هلا وعمال واعمال هذه رمضان راح يكرم منه هو اهلا وسهلا بك والله لا اقعد لك ركبه ونص وعد <تصفيق> <تصفيق> بس متاكد راح يكرمك على رمضان اذا شخصيتك قويه الله كريم, الله كريم <applause> انا بعيد عن ان شاء الله يكرمكم كل حاضر حبتنا مشاهدينا الكرام فاصل وراجعيكم وتظرونا رجعنا لكم من بعد الفاصل بسأل ورد من ثاني مية سلام مبارك حبيبي شلون آه شو نشوف الانتقاد انت تتقبله بروح رياضيه الانتقاد اي طبعا لا شلون انتقاد يقيمني يقومني يعني يخليني على السكه الصح تتقبله اتقبله احمد البشير له موسم جديد اي راح تتابع والله اتابع ليش لا واستمتع من اشوف مقاطع يعني تستمتع اي آه اني اتمنى اشوفك ويا ضيف اذا إيه انت رحت في احمد البجي طيب وش راح يصير بالحلقه؟ والله والله امنيه هذه امنيه اني خابرني قبل فتره واحد يعني ايه؟ وحتى هذا رقم تليفونه هم اعطيني اعطيني خليني بس واذا تدق عليه خليني اشوف بس اشوف رقمه هذا رقمه حياته ت... يعني اذا اشوف صفر سبعة خمسة لا ما تطيب الجو بس بس لا لا تعطيني الجو ما تمام <applause> كمل لي انت مم. فقال الاستاذ اني من طرف الاستاذ احمد البشير زين آه يسلم عليك يقول احنا نريد بالموسم القادم أي؟ فعندك استعداد؟ قلت له ما عندي ايمانه يا اخي رقم. اي سواء اذا كنا متقاطعين او مختلفين فليش لا يعني, يعني ت... آه لا ما هو أي. آه. تروح لأحمد احمد البشير دا دا عاك يعني اروح ليش لا وهاي السنين المضت اللي ينتقدك والله شجاع ليش اللي. لا يعني ليش لا يعني عليك. والله العظيم مثل ما ينتقدني هو هم خطيه هم عرضه للانتقادات من كل يعني هوايه اي احنا شوف بس اذا كو. اذا تقاطعنا أي. فني يعني فنيا فنيا اكيد تجمعنا الانسانيه فاحنا انسانيا يعني طبعا هذا الرجل هم 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 عراقي مثلي يعني 100% فبعيدا عن كل ما يفرقنا تجمعنا الإنسانية أكيد ممكن نختلف بالتوجهات كل من توجهات رأيه إي إي بس أكيد بالتالي إخوان إحنا بس بالقرآن حلقة كلاسيكو والله ذاك اليوم ذاك اليوم أنا والله ذكاء من أحمد لا يدري والله أنا ذاك اليوم ما شكك بذكاء شفت له واحد قال له تقدر طبعاً فشفت الدمعة بعينه أنا من يوم من قهرت عليه كان إلى لقاء يعني فسئلوه قالوا له هم تحب تجي للعراق كذا تتوقع يقدر يرجع للعراق؟ لا احمد ليش؟ خصومه هوايه الله يسعدك يعني نشوف احنا, احنا بعدنا ما واصلين الى مرحله الرقي وتقبل تقبل الاخر يعني بالنقل اذا كان قرار بيدك ترضى يرجع؟ اني؟ اي إيه؟, ايه؟ يرجع طبيعي يرجع يشتغل طبيعي. يرجع طبيعي مثل ما باسم يوسف قدم الكوميديا الساخره بمصر نعم. طلع برا مصر قال بعد ما قدمها ممكن نعم. يقدمها في بغداد ممكن يقدمها في, في بغداد يوم؟ ليش لا مم. ممكن 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 اي قناه وهو عنده رجل مقبوليه جدا أي؟ واسعه ممكن دجله ممكن اي, أي قناه أه بس احنا والله الاستاذ احمد البشير المحترم ترى يعني موسمك ان شاء الله مهم بس اذا استضافيته <applause> يا يوسف كلاسيكو ذكاء اشوفك اتمنى في حلقه الله يخليك الله يخليك قاعد قوية ها راح تكون كوميدية <applause> الطراز الأول والله العظيم هو 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 كوميدي هو يا <applause> <متعلم> يقول عزة أي شيء إن شاء الله يا رب نشوفك معه زين من يضحكك أنت؟ أني؟ إي من الممثلين اللي ضحكني تحياتي لربي يعطيه الصحة والعافية سعد خليفة إي زهير محمد رشيد آه، اياد راضي زين يا كوميدي ما يضحكك عندك شجاعه تقول رغم كوميدي بس ما يضحكني لا هو مو ما يضحكون لكن ما يكتب إلى يعني ايه؟ يعني انت اليوم شلون تخلي خفير مثلا منو؟ منو؟ من ما, يضحك ايه؟ ما يضحكني؟ ايه ما يضحك لا والله ايه؟ كلهم استمتع بس اضحك لهم يعني بشده يعني دول الاسماء اياد راضي فنان حريف مع يعني يعرف شلون ينتقي الشخصيات اللي يعمل عليها ومحبوب وعنده مقوليه لدى بس كوميد اللي ما يضحكك طيب اسم كوميدي انت قاضي كلها مجاملات ودلما لا ما جامل بالله آه. العظيم والله احنا نشوف مثل خلالات العبد يعني هم اثنين ثلاثة, ثلاثه واستمتع ايضا لؤي احمد يا سلام الله لؤي احمد لؤي احمد يا سلام يا سلام يا سلام صديقك تعرفه ف... ها تعرفه اخويا سيد لؤي اقدر اخذ رقمه اي طبعا البرنامج تاخذ رقمه وتدلل اتمنى استضيفه اخابر لك اياه هسه على الجو يشوف يجاوب هسه خلنا نشوف على الجو إيه يجاوب بلقاء و... اذا يجاوب خير اقول ما جاوب اذا لا لا أنا... لا سيد لو اي يجاوب اكيد هو قيمه اي قيمه وقامه عراقيه ويخبل كبيره بس كون ما الجهاز مو شفت مو قلت لك يجاوب؟ الله مغلق <applause> خلاص مغلق اي بس اي اي نعم حاضر, حاضر ايه يعني اي انا احبه والله شرف اني استضيفه حاضر من الفنان الكوميدي الاول بالعراق؟ بالوقت الحاضر إيه اياد اي راضي اه كموهبه فنيه كموهبه فنيه وعقليه ناضجه اه, اه نعم ما شاء الله، ليش ما عدنا مثل فد اثنين ثلاثة؟ عندنا مو ما عندنا بالعكس عندنا أه بس هو خلص وصل أه الى مصافي ال 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 يعني الاول يا سلام يا سلام نعم. من نعم. العنصر النسوي؟ عنصر النسوي؟ من هو الاول؟ الاء حسين الله نعم الاء نعم. حسين الاول؟ الاول نمبر 1؟ نمبر 1 اه ما شاء الله اي زين الاء يعني اول شيء كل ما تكبر تحلى وتصير احلى واحلى اتفقنا دائما متجدده م. هاي المراه كارثه اي يعني مجتهده اضحكنا تبكينا مجتهده الاء آه ممثله مجتهده خطيره خطيره جدا و ايه يعني اليوم هي نبروان آلة حسين ولا ايه لا لا اكو اكو عندنا ممثلات اه بس هي متربعه انا متربعه تجي عندك ايناس طالب يا سلام عندك تمارا محمود يا سلام دني ممثلات خطيرات جدا تشتغل لك كوميديا تشتغل لك تراجيديا ممثلات حاضرات يعني بس اليوم الاء هي ال اي وعندنا عندنا سيدات يعني مثل من وجوه الشابه؟ الوجوه الشابه؟ والله ما اعرفهم تعجبك منهم؟ أنا شفت ذاك اليوم تابعتها يعني بعض الحلقات مال الحيرة هاي البنية غيد غيد أو غيد تطلع حبيبة تطلع فريدة يعني شخصية فريدة هي وأختها ذن اثنين أه شخصيتين فنانتين أه جدا أه شو اسمهم؟ والله ذي شيء غيد واختها ما ادري شو اسمها أنا اسف لي ما ما تابع انا ما متابع المسلسلات انا كل المسلسلات ما مو بس هذا المسلسل انا برمضان ما اتابع المسلسلات نعم <applause> ف جمانه كريم ها جمانه اسمها لا 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 جمانه لا مو بغيد هي جمالة لا لا جمانه هم ايضا ممثله عراقيه بس مو غيد هاي البنيه هي اللي مثلت شخصيه اعتقد فريده صاحبه او حبيبه براء الزبيدي براء الزبيدي ايضا هي يعني هم, هم ممثله شابه محترفه شو شوف شوف براء الزبيدي اليوم زينه زينه لها مستقبل قوي ان شاء مستقبل الله مستقبل ما يكتب لها من شخصيات ما يكتب لها اي يعني انت مخرج او كاتب بمو... ها آه؟ كموهبه بالحاضر اوكي جيده لا لا زينه حلوه جيده ممتاز جيده, جيدة اي آه هند نزار هند نزار ايضا ممثله شابه حلوه م. قلت لك اليوم انت ما الورق ما يكتب لك هو اللي يخليك في مكان جيد شلون نشوف بكر خالد بكر خالد بكر اعلامي جيد و الفرصة اللي جته ما أعتقد بعد تجي فرصة أحسن من هاي الفرصة بكر؟ بكر بكر آه. نعم فنيا هو أحمد نشوفها. الخفاجي فنيا شلون يشوفه؟ بكر حلو اشتغل عند هاي سحنة البراءة والبساطة جدا استفاد منها جيد والكسندر فنان الكسندر مولوتون مهم. نفسه نشوفه بكل مكان ما يعجبك؟ تمثيله؟ مو ما يعجبني ملوتون مو صاحب حرفه يعني شكل الكسندر علوم؟ اي اسمه الكسندر علوم اسمه عمار هو الحقيقه سيد عمار الكسندر علوم؟ تمام اي عمار هو اسمه زوج الفنان رحمه رياض رحمه رياض نعم ما 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 اقنعك تمثيله الكسندر بامانه مولوتون مولوتون يعني ماكو ما شقد كم شخصيه يشتغل نفسه هو ما غير شيء؟ ما غير مشكله هو الرجل بس جاي يشتغل عاد ليش جاي يشتغل دي يشتغل بس ماكو واحد حريف يطلع من عده اساس هو هو لو صوت الماك واحد يطلع منه ويكتب له صح هو ايضا لو هو, ايضا ايه ايه هاي امكانيته خلاص ما يقدر يتعداه وما يقدر ينزل له الكسندر ايه اي هذا اي امكانيته اي اي ولد على اي على اي اساس قصه هذا القياس ماني ما اعرف ما انت فهمي انت شفت عده شخصيات نفسه اه نفسه ما يقدر يطبخ ولا يقدر يطور روح الرجال؟ لا مو ما يطور روحه نفس اداءه يعني ما ما يختلف بين مكان واخر. يعني مثلا تتوقع منه مثلك دور الشرير؟ ممكن تتوقع لو ما يقدر؟ دور صاحب لوثة مثلا اها بس كرموه بالمهرجان الاخير يا مهرجان صار بساعه الاحتفالات اسم شئنا ام ابينا صار اسم كرموه لان هو اسم اسم لو كرموه لان هو خوش ممثل اسم ولا تقول لي اسم مولد. اسم اي اسم اسم خلاص يعني ممكن ناس خلاص يشتغل اعلانات كل اعلان يشتغل بـ بـ يعني بكذا بس التكريم المفروض ما يكون على اسم ده على الاسم فاكو اشهر من الكسندر هو نفسه اي إيه غير إيه التكريم إيه على موهبه التكريم على مسلسل أه والله ما اعرف شلون هي قياسات التكريم عندهم هم ذولا اداره المهرجان شنو ما اعرف هو التكريم مو على الاسم ده على الاسم حس حس اشهر منه 200 مره حس إيه حس اشهر منه 200 مره إيه اذا اذا على موهبه اذا على شكل إيه كرم الحصه زين لحظه اذا على موهبه خلينا خلينا نحسب حساب عرب انا وياك إيه خلي كرم على مود موهبته موهبته طيب اي انت شفته بعمل مو انا مشكلتي ما اتابع مو بس هو ما هي مشكلتي انا ما اتابع مشكله تسلح. مو انت ما مشكله ما اقدر اقنعك انه آه. لو شايف شغله كان تقتنع آه. بالجواب خلاص اذا انت تشوفه زين من تشوفه جيد لعد وين؟ من الشباب من تشوفه جيد من الشباب؟ ايه <applause> بس لو تقول لي ماكو لو تقول لي يقنعني انت 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 ممثل انت لك نظره غير انا ايه ايه اشوف انا ايه اشوفهم كلهم نجوم وحلوين أنا ايه ايه طبعا طبعا بس انت يعني صعب ايه من الشباب اللي عملوا وياي بتاتو علي ناصر هذا شاب من اهل العماره جيد حلو اه بكر بكر خالد خالد حلو احمد الخفاجي حلو هذول اه ممثلين ايه لهم مستقبل ممثل كنت اتمنى اشوفه يسترسل اموري أم بولايه بطيخ اموري اختفى اختفى يعني للاسف اختفى موهبه كلش حلوه موهبه موهب راخيه موهب 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 مصطفى داخل شاب جميل مصطفى. طموح آه. 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 يعني ذول بعد آه. هذا على مستوى التلفزيون طبعا اما على مستوى المسرح فهم كثر التوفيق لهم شلون نشوف محمد رمضان؟ تابع ممثل مصري؟ اي شفته بعده اعمال شون برنس شفته بجحفر العمده شفته شو تقييمك له؟ يعني على خطى احمد زكي محمد رمضان محمد رمضان على خطى احمد احمد زكي طبعا موهوب موهوب محمد رمضان محمد رمضان موهوب انت كفنان عراقي وانت اي موهوب قيمه فنيه عراقيه كبيره تعطينا موهوب بغض النظر عن ما يقال عنه بغض النظر بغض النظر موهوب هو كموهبه هو إيه. نمبر 1؟ اي نمبر 1 نمبر مو نمبر 1 هو اطلق على على نفسه آه لكن اكو مثلا احمد زاهر يا سلام مصر آه آه احمد حلمي آه موهوب تفوق احمد حلمي؟ احمد رمضان للامانه للامانه لا وحده. احمد حلمي اشتغل شخصيات مركبه حلوه برضا وغيره وغيره ف لانه سابقه ب ب بعصر و وخريج كنت احب اشوفك مثلا بمصر؟ اني؟ اي والله انا اشتغلت ويا يونس شلبي الله يرحمه الله يرحمه لكن ليش جماعتنا ما اشتغلوا بمصر؟ لا عندنا هسه فنان علي الشجيري اللي بمصر تجربة بسيطة ها تجربات بسيطة هذه ايه اي بس يعني المهم لا نشوف بقوة يعني تدخل فنان عراقي يقتحم الساحة المصرية مو مو احنا المو يختحم المو السينما المصرية احنا المشكلة الاعلام ايه؟ ما خادمنا يعني احنا حدنا للحدود وانتهت حرامات اي هاي المشكلة انه ما تسوق لك صح انا احب اشوف فنان عراقي شاب مثل ما احمد حلمي يعني انا من استورد منك من مصر ولا كريم عبد العزيز نزار انا من استورد منك من مصر استورد منك اشياء صناعيه وكذا افرض عليك المفروض اني استورد منك على ان تعرض لي هاي المسلسلات ما يفهمون لهجتنا يمكن ليش؟ يمكن انا اسالك يفهمون لهجتنا يفهموه. المصريين اللي يعني عاشوا هواي هنايا زين هم محرفين بالكتابه وبالتمثيل بالاخراج احنا ننزل مسلسلاتنا نقنعهم ونقنعهم بس لا مو نقنعهم بس خلي يشوفون عندنا مؤاب هم اللي مثلوا رافه الهجان اي هم اللي مثلوا الحاج متولي ريه وسكينه جبل غير غير اي, 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 اي نصر الصعيد جماعتنا اي مذواقين إيه؟ عارفين مو اي واحد يشتهر بمصر صاروا شوف شوف مصر, مصر كوكب اعلامي مصر آه كوكب فني كوكب فني كوكب إيه؟ اعلامي اي اكثر آه من مليون آه ولدها قامات كبيره إيه؟ جدا على مستوى الكتابه مصر. مو يعني هذا الرجل محمد سامي اعتقد اللي يخرج جعفر جعفر نعم. يعني مخرج حريف محمد سامي اي محمد سامي مخرج خطير بالمناسبه محمد سامي هو اللي يكتب كتب لي غاد عبد الرازق حكايه حياه ابدعت غاده اي 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 ومن بعد ما هو سحب ايده من غاد عبد الرازق وشوف حال غاده، اي اي اليوم هو كاتب جعفر العمده هو محمد سامي هو كاتب هو ومخرج يصلح, جحفر هو يصلح ويضيف على النص العمدة ما يقدر اكو كاتب بس هو نعم يصلح ويضيف على النص تشوفه خطير مخرج خطير؟ طبعا يعني أه رؤيه مهمه جديدة بعد خالد جديدة جديدة يوسف انا اشوفه هو 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 هو, هو مخرج حريف متمكن من مهنته ويعمل اذا اشتغل وياك محمد سامي يشوفنا شيء بشخصيتك غير اللي احنا شايفينه طبعا اها طبعا والله انا ممثل يستطيع محمد سامي طبعا طبعا زين من عندنا محمد سامي بالعراق على مستوى الاخراج نعم يعني لو ما عدنا عندنا كان يكون حسن حسني زين أو شهرزاد نعم من الشباب من عندنا من الشباب عندك ال كان عندنا بس سافر للاسف خسرناه وشام خالد علي فاضل علي فاضل ايضا مخرج رائع وحلو زين علي فيه. فاضل مثل خلينا نقول محمد سامي اللي بمصر اليوم لا الشباب لا, لا لا بعد بعد علي يشتغل بمنطقه منطقه الكوميديا حلوه حلوه اي اي حتى يعني مسرح الحلقات مسرحها هو وعده شباب حلوين كلش زين يشتغلون وهو ايضا من المخرجين الكتاب ايضا يعني نعم يكتب, يكتب هو جميل يعني مع مع انه ياخذ كتابات البعض ويضيف لها ويعدل عليها شلون ياخذ كتابات ما افهم يعني يعني انا ككاتب فاضل عباس او فلان او فلان ياخذ من عنده كتابات يعني, يعني يكتبوا له علي فاضل ياخذ منهم دون علمهم مو من دون علمهم هيك لي يتفقوا وياهم يعني ياخذ أنا آه انت كاتب اخذ من عندك ويكتب اسم ذاك الشخص طبعا شو لا عليك هيك قولي يعني حتى لا يعني لا انا يعني هسه مثلا بالتايتل الكمامات وطن من يطلع مال الاياد راضي فلان وفلان وفلان الكتاب اي اوكي هسه راحوا باتجاه ورشه الكتابه مو غلط يعني ما يذكرون الاسم ليش؟ ما اعرف يعني شنو الحكمه من عده. يعني اذا كان المسلسل مثلا كان يكون الكتابات به نوع من الخطوره او نوع من الجراه آه, آه مو غلط هذا الشيء خلاص اذا هم مقتنعين شلون اشوف غسان اسماعيل غسان ايه. ممثل حلو ويمتعني غسان غسان, غسان كان وياي طالب كنا بكليه فنون جميله ممتع هو انسان نجح مؤخرا غسان اسماعيل نجاح كبير اي إيه يا ويا ربي ونجح بولايه بطيخ إيه وبالكوميديا امتعنا جدا هم بس المجموعه هاي كلهم غير هو يعني غي يقدر يغير جلده الفني غسان إيه طبعا غير يعني إيه بخان الذهب غير اشتغل شخصيه بغيرها بغيرها هو إيه مكسور طبعا المتكامل الشامل طبعا انت ويضحك ويبكي إيه ما تشتغل بس يعني هو يستفز يعني مثلا اشتغلت على مستوى المسرح اني بلاك بوكس شاركت بيه بمهرجان الاسكندريه وشاركت بيه بمهرجان نعم آه ايران اخذت بيه جائزه تمثيل جائزه تمثيل اخذت بيه ما شاء الله فما حد متوقع انه اني اجي اشتغل لان اني اساسا اساسا هو انطلقت من مسرح الجاد مسرح الشباب الى يومنا هذا قمه الاعمال قدمناها ما شاء الله لا ترهب حد السيف الجلاد ونحكم عليه بالاعدام أه سرحان والماسوره أه يعني اعمال كثيره جدا اخذت فيها بيها جوائز جوائز احسن بس من هذا لا تاخذ لك جائزه يعني قاعد رقفة ونصاني لو لجب <applause> إن شاء الله <applause> إن شاء الله, إن شاء <معد> الله. إن شاء الله. يقولون تعرضت لي محاولة اختيال وأكلت. عليها وشرب هاي وين بال 2007 اكو شيء زين ليش؟ يعني هي كانت كل الطاقات يعني هي كانت مقصوده لافراغ البلد من كل محتوياتها الادبيه الفنيه الثقافيه آه، شلون صارت؟ والله حيواني امشي اي اي اكلت لي 22 طلقه والله ام بي 5 كاتم أه ما غدا. شاء الله ولا وحده صابتك الحمد لله شلون هاي ايدي امعائي اه التأتأة اللي صارت عندي والله المريء إيه هاي بطني هسه اطلقوا عليك 22 رصاصه 22 رصاصه صابتني اربعه بيدي اثنين بظهري وحده بامعائي بس ربك انا عندي رب ايمان مطلق الله وال البيت إيه انت كنت بالشارع تمشي؟ بالشارع رحت الشركة ب 52 دات على دعايه طلعت انضربت زين تتذكر قبل لا يغمى عليك وش كان شعورك من تلقى عرفت انه خلاص ما اغمى علي لعت. القيت الشهاده فاجاني ابو الجراج اللي انضربت يا مجمع مامول زين, هناك فالقيت هاي اللحظات من انصابيت بشنو فكرت؟ فقدت الصوت قمت اسوي فحسيت نفسي بالانفاس بالأ... الاخيره اي فس الشهادة. قريت الشهاده قرأت الشهاده واني اتنخى دائما بام البنين زين قلت لها يا ام البنين بعد يمك أنا جانا بالجراج قلت لها تليفوناتي آه يعني من اطلقوا عليك الرصاص وانت آه. محاوله اختيار هذا يختاروك واطلقوا عليك رصاص آه. وانصابت بيك كم رصاصه؟ 22 رصاصه وتنخيت بام البنين ماذا آه. قلت؟ آه اتليت الشهاده على م. نفسي آه وقلت لها يا ام البنين انا بختشف فوقعت لان الدم اخذني فحسيت ايد انتشلتني وقفتني فهذا الرجل خابر على نجده لحدنا اتذكرهم ثلاثه شباب بلاند جروز جوني إيه؟ قديمه بشرقعة وش كان شعورك وانت منصاب؟ حسيت انه راح تموت؟ اي يعني قلت انه خلاص هاي نهايتك هاي النهايه وتليت الشهاده كامله فهم من نقلوني ودوني المستشفى لمساحة الاندلس زين زين ف مشوا سايد من هاي المنطقه اللي غاد زين فمن طبيت المستشفى كان نزار علوان اول واحد دربيه نزار علوان كان يصور زين شافني فقلت لهم انا احب العراق اللي يحب العراق اللي يوقف لي زين واحد منهم من المضمدين خطيه كفر وضرب الهايه قدامه هيك قال شلون انت انت ابونا استاذ انت اخونا فبعدين جت العالم كلها وصحيت من العملية الحمد لله إيش كان شعورك من صحيت أنا ما أغمى علي بس الدم أخذني ما أغمى علي أبدا حتى من وقعت شلون خرج لك الرصاص غير عملية آه الرصاصات ذني هاي عن إيدي هاي هسه اللي حد الان موجود بها خدر اللي بظهري والمريء اللي انزرف زين يعني كي حتى كيف وين دخلت الطلقه للمريء عفوا؟ من ظهري من ظهري من ظهري وزرفة المريه ودخلت بحيث صوتي تغير وبعد وين؟ يعني شلون صار نيلز؟ هلا نزار شلونك؟ شو صوتك؟ سين ان شاء الله يعني بهالطريقه هاي ومن قبل عريقي حاره كلش من بعد ما صحيت العمليه الحمد لله نجحت الحمد لله والشكر يعني شفت بها محبه العراقيين شفت حب الناس هذا الشيء اللي اللي جمعته هذا ثروتي الوحيده حب الناس أي. حب الناس الله سبحانه وتعالى والله انقذك الحمد لله وش عامل وش عمل, عمل خير والله انقذك والله هن ما ينحكن اكو جويدات بس ما اي <applause> الله يكون بالعون والسلامه وإن شاء الله آه ما يشوف كل شهر تسلم شنو وصيتك من بعد عمر طويل وش توصي؟ إلمن اوصي يعني؟ مثل بلحظتها لو اقول لك اوصي بلحظتها يعني يعني الاخواني ناسي اهلي يعني وخاصه العراقيين هذه وصيه خاصه وصيه خاصه, خاصة. كسر لك قلب لا شنو لا والله العظيم حبوا بعض تقول لك بقى. شخص بقى يبريك الذمه من هو؟ انت في شخص لازم يبريك الذمه؟ لا لا ما عندي اي شخص لان ما طالب دين من احد ها؟ طالب دين من احد لازم ترجع له ما طالب دين ما طالب دين يقال انه الرسول عليه افضل الصلاه وتم التسليم مات شخص شهيد في معركه وغسلوه وهذه فقالوا له بمعنى أن الرسول قال وفوا دينه ممكن م. انه يعني ما يدخل الجنه اذا كان وان كان شهيده كان مطلوب خاف ذنوب يدفعون ردود مظالم لا يعني لا كان ذاك يعني. كان مطلوب فلوس فلوس حتى الشهيد يقول لك لازم أه. ينطي عقل الاخرين أنا فما آه. كنت مطلوب لك فد مليونين لا, أه. لا لا الحمد لله والشكر <applause> ما يعني ما مطلوب أي. ومره يعني صلح سيارتي انطلبت كذا الليل كله انا ما نمت ثاني يوم من الصبح انا يمه بالسبعه قبل ما يفتح آه. حتى بقى آه. قال شنو السالفه غير قلت له لا اخوي وخليت ساعتي يمه رهن يابا كانت ساعة سويسرية كانت عندي سيبوش قلت له لا حبيبي هاي فلوساتك وشكرا لك الحمد لله رب العالمين زين واطلب ما انطلب يعني جيد وخسر الصديق وياي بالدوام وذاك اليوم شفته بمجلس فاتحة على مود فلوس فلوس يمه ما ينطيهن ما ينطيهن يابا فلوسنا زين اي ها هسه جي كان فلان مكان رحت لفلان ما لقيته ها انتظرني في فلان مكان ظل يلعب علي وما جابهن حرامات أيه. ومن ياخذ دين يتوسل طبعا ماكو ما حلفان ما يحلفه طبعا طبعا سبحان الله واكو ناس يجيني على دين اقول له لا هاي كذا لك بعد لا تجيني ولا تجيب لي آهن <applause> اي والله <applause> اي والله اي والله <applause> يا بوي هاي الخمس 500 وال 250 هاي هيك زلاطه اي يقول اخوي هاك اي هاك بس وما اريد منك بعد لا تجيني سبحان الله آه. الحمد لله ايش تتمنى؟ الله. والله اتمنى يعني لولدي النجاح والفلاح في حياتهم <applause> العمليه اتمنى تصير عندي يعني أه قطعه ارض ملكي اني لان هسه على على الاصابه مالتي بالمؤسسه الشهداء أه راح يطوني بالديوانيه بلي اي والله قالوا ما لحقت على التمر الصحي حرامات اوف <applause> راح يطوني في مكان اخر يعني إذا بغداد أه ما بيها بغداد ليش ما بيها إذا لك ما بيها العدل من بيه آه بعد ما اعرف هي طلب في هي طلب قدم هي الطلب تدري شنو اللي, قدمت قدمته للطلب الخاص بس بالمناسبه الكابتن فريد لفته التقى بسيد احمد الشاح السوداني الطيار اي اي يعني سهل يوصل للشخص اللي رئيس الوزراء ايه شلون التقى به؟ اه التقى بها صورته وياه اي ادري شلون التقى به الاليه شلون شلون تقول لي ما اعرف ما ادري ما اعرف جاي اسالك يعني اذا رئيس الوزراء بابا مفتوح للجميع ما اعرف بابا مفتوح للجميع ايه غير اكو قنوات تفوت بهذا الباب ما ادري وين الصوره مو يلا المهم اي اي مهم اسئله الكابتن حالك حالي يا الكابتن فريد لفته شلون شفت رئيس الوزراء؟ <تكلم> خلي خلي الاستاذ يشوفه حتى صفحته ضاعت لا احنا ما نريد نوصل الى حد الاستجداء والله العظيم بس هو شافه يعني حلو قعد وياه صورة حلوة وياه يعني مفتوحه الرجال للجميع والله اي بس راحوا له قبل لا اختم راحوا له السيد جبار جودي اخذ وياه كم فنان وراح له؟ راح احنا عليها بالعيد. يعني رحت له انت؟ اي. اطلع بشتري منه بعد. انت شايف رئيس الوزراء؟ اوقف اوقف خلنا اقول لك انت لك شلون شفنا انت شايف رئيس الوزراء. رحنا موجودين بالقاعه حوالي بالالف واحد. ما يستمع الكل احد واني اي آه آه ايه قلت له هالشكل وهالشكل. قال لهم دزولي طلبات ما دزوها لحد الان. يعني ايه ما شفت بمقابله شخصيه. ما انا بالي رحيل لا. احنا نعايد وهم ابشرك معايده بدون عيديه. اه. والله حتى شربت ماكو. طب من هاي الباب سلم اطلع من ذيك الباب <applause> هاي آه قوية هاي بس هو اكيد مو يعني ما رجع مشغول لا يعني الله يساعده أيه. والله ابو مصطفى الله يساعده لانه يعني اللي يتحمل هذا الرجل ضغط مو طبيعي من ان تكون رئيس وزراء زين اذا تنام ساعتين بالليل ايوه والله والله يعني ممكن رئيس وزراء ما ينام ساعتين بالليل ما ينام ساعتين يجوز ما ينام انا اعرف هذا الرجل هذا حريص حاجة. حريص يا اخي هو حريص محمد الشيعي السوداني حريص من عائله هي خيره هي غنيه العائله عائله زينه يعني الحمد لله. مو حشاك جاي من تالي أيه لا لا زين يعني معروفين بالعماره هم هم اساس يعني يعني رئيس الوزراء العراقي ما ينام ساعتين بالليل والله ما ينام ساعتين بالله زين انت مو هاي يعني الاقارب والكذا وكل آه من آه قال لك آه والله صديقي هو ويروح ويبقون معتسون يعني انت طوكي يعني يفترض لك وقت يعني من تشوفه من تقابل ها ان شاء الله يشوفك حتى لو يا ربع ساعه بس نورت شرفت <applause> <applause> واذا ما شفته على رئيس الوزراء اللي يجي اكيد يشوفه وين يروحون ان شاء الله باقي ابو مصطفى لانه رجل حقيقه ده يشتغل يعني يشتغل بحرقه حرقه يشتغل تنتخبه اذا رشح انتخابات؟ اي ليش لا؟ تنتخبه؟ اي انتخبه لازم يشوفك لا هو وجبار جودي ينتخبون تنتخب بس اثنين جبار جودي ومحمد الشيعي السودان رئيس الوزراء عمي والله ايش تتوقع اذا ارشح لمجلس النواب او رئاسه الوزراء انجح؟ المجلس النواب ممكن هي مو؟ ممكن. بس بس افقد اهليتي يعني كفنان بالعكس اختم عليك وناسك ها؟ والله ممكن تكون مجلس النواب الله يخليك تستاهل الله يعزك اسعى هذا الموضوع ربي يحفظك اسعى كلنا وياك الله يخليك والنعم منك كلمه اخيره للحبايب كلمه اخيره الى كل اخواني الفنانين العراقيين خلونا نعيش بمحبه دائمه ان شاء الله خلونا نكون واحد قريب الآخر لا نتقاطع لا فنيا ولا انسانيا لان العمر ما يسوى العمر شريط سينمائي بسيط جدا الحمد لله رب العالمين وتحياتي لكم والى قناه دجله وانا سعيد جدا نزار وشاعتي بك مرة ثانية آه مجروحة وانت محاور حلو, حلو جميل و... ويا رب يعطيك الصحة والعافية حتى تمتع ناسك ومتابعينا انت غالي على قلبي وانا متواصل وياك من 2017 من بعد برنامج اخطائي وين <applause> هواية قبلها قبلها تذكر بس, بس بس لا نقول ايش بالجو تذكر مرة من نصحتني كنا بالقراج على السدة صورنا بالاذاعة نعم قلت لي يعني انت موهبه وهذه صحيح <applause> انت لو داخل مجال الفن والتمثيل انا سألت على عن سالفه قلت لي وقتها تنجح هسه منه خلص اقول لك أي إيه إيه إيه. انت نصحتنا في وقت اخذت بنصيحتك هو يعني كنا جديد متعرفين على بعض نصحني ومن ذاك الوقت انا ملتزم بنصيحته لليوم وانت والنام منك بعد الهواء راح اذكر ايش قلت لي ان شاء الله نورت وشرفت دومك تنصحني ونصيحتك انا كلش التزم بها استاذنا الحبيب شكرا تحياتي لك شكرا لك نزار شكرا لقناه دجله شكرا احبكم اشوفكم على خير ان شاء الله وسعاده وامل تحياتي نزاع الفارس